18 سنه المدونه اليوم مدونه محتاجه الى اصلاح والى تغيير والى مراجعه شامله ودقيقه بالنسبه لنا، لان هذه المراجعه ضروريه لحمايه اطراف الاسره وحمايه مصلحه الفضله للطفل وحمايه المجتمع ايضا، لانه اليوم ما نراه في الاعلام وما هو متداول والكثير من القضايا التي يتناولها الاعلام تتقول لنا على انه ما يمكنناش نستمروا في التغاضي على السلبيات المتواجده في المدونه اللي كاينه الان، وعدم مرافقتها للتطور المجتمعي والاجتماعي اللي تعيشه المجتمع وتعيشه الاسره المغربيه. ما يمكنش نديروا اصلاح فقط يقف عند الولايه ولا عند الحضانه ولا عند ثبوت النسب ولا عند تعدد الزواج القاصرات. المدونه هي مجموعه من المواد، كاينه من تفكير تقريبا 400 ماده، فهذه 400 ماده محتاجين العديد من التعديلات والتدقيقات بما يحقق حماية المجتمع والتوازن بين أطراف الأسرة ويحققوا المصلحة الفضلة للطفل. منظمة نساء الاتحادية تشتغل على مذكرتها الترافعية في هذا الباب وعلى التعديلات على 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 مدونة الأسرة وقانون الأسرة من أجل أنها تستطع لأنها تقنع المشرعين وتقنع المشرع اللي تنقولوا الفريق الاشتراكي اللي يدافع على تعديلاتنا أولا، ولكن المشرع بشكل عام اللي هما البرلمانيين، بأنه نخضعوا هذا القانون إلى المراجعة الشاملة والدقيقة والمفتوحة وما نبقاوش فقط في بعض المواد التي المتناثرة هنا وهناك اللي ما إلا بترناها إلا 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 بترناها من المدونة كامل ما غاديش ما إلا صلحناها فقط هي وما دققناش المدونة كامل غتحققش لنا المصلحه اللي بغينا. حنا نرفض رفضا باتا على انه تستعمل بعض القضايا فقط من اجل البوز الاعلامي ولا من اجل البوز الحقوقي ولا من اجل البوز ديال هذا الوزير ولا الاخر. تنرفض هذا الشيء، هذا الامر بشكل دقيق بشكل واضح وصريح، لان تنعتبروا على ان المدونة قانون الاسره من اهم القوانين اللي كاينه في بلادنا وعليه تيتبتوا قدام ديال اطراف المجتمع، وبالتالي على انه نختصروا الامر في الولايه والحضانه والتزويج القاصرات والتعدد وفي في 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 النفقه، وهذا يقزم ادوار الاسره ويقزم الغايه والهدف اللي جا به القانون، ويقزم حتى التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان. مرجعيتنا في التغيير وفي التعديل تتعتمد على ثلاثة الأمور: المرجعية الكونية لحقوق الإنسان وتوقيع المغرب على مجموعة من الاتفاقيات الدولية، الدستور المغربي، وعلى البعض الخطب الملكي بعدها الخطب الملكي اللي تناول فيها قضية الأسرة وقضية ديال إصلاح مدونة الأسرة. اليوم في إطار الدينامية التي تلقتها منظمة نساء الاتحاديات عبر مجموعة ندوات تحسيسية في إطار الإعداد للمراجعة الموعودة لمدونة الأسرة ولعطاء الضوء الأخضر ديال الخطاب الملكي الأخير، واللي كانت مطلب كبير للحركة النسائية بناء على مجموعة الاختلالات اللي ترصدت في تطبيق المدونة الحالية واللي كيعبر عليها عدد القضايا المعروضة أمام محاكم الأسرة، سواء منها ما يبت فيها لصالح طرفين أو آخر أو التي تبقى عالقة وتبقى بناء عليها مصالح الأطفال عالقة. اليوم هذه المراجعة ديال المدونة، لأنه من 2004 اليوم كنا بصدد دستور جديد، كنا بصدد التزامات جديدة على الصعيد الدولي لبلادنا. اليوم مراجعة مدونة الأسرة ضرورة ملحة بالنسبة لمنظمة نساء الاتحاديات ليجعلها متلائمة مع هذا السياق الجديد، متلائمة مع متطلبات الأسرة المغربية اليوم، لأنها كنعتبروا أن هذه المتطلبات الأسرة المغربية اليوم إلا ما قدرناش نجاوبوا عليها ما يمكننا نجاوبوا حتى على سؤال آخر من الأسئلة المجتمعية اللي مطلوب منا اليوم أننا نرفعوا رهان نتجاوزوها من أجل مغرب كما نريده.